مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني. أنا عامر وضيفتي اليوم طبيبة تحب تعرف عن حالها كفنانة. شو الفن اللي بتعمله؟ بترسم، ولكن الرسم اللي بترسمه بحب أقول عنه مختلف عن باقي الرسم، لأنه نحن كأشخاص وقت نقول كلمة رسم فبيخطر ببالنا ورقة وقلم ومعارض وما إلى هنالك. هي بتحب ترسم بالورقة والقلم، ولكن الشيء اللي بترسمه بتقدمه بطريقة، يعني خلينا نقول عنها بطريقة يعني لذيذة لطيفة، ومو بس رسم وإنما مع كتابات، وكتابات كمان بتعبر عننا وعن حياتنا وعن تجربتنا. وأنا مو بس بدي أحكي معها وعنها، وإنما هي عندها قصة بدها تحكيها عن تجربتها مع شيء صار معها هي ما كانت حاسبة حسابه، ولكن صار، وهو شيء بيلامس مجتمعنا، بيلامس حياتنا، وممكن يصيب أي شخص. ممكن يعني يجي على الحياة. خليني أول شيء رحب فيها وأقول أهلا وسهلا لين بعربي ألماني. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. يا أهلا وسهلا فيك. شكرا كتير على قبولك الدعوة، وشكرا كتير على وقتك. يعني هذا شيء، لا شكرا على واجب، بالعكس يعني شكرا لكم أنتو. تسلمي لي، شكرا. لين، الناس هلا بتكون عم تفكر طيب شو الشغله بدك تحكي عنها ومين انتي ومن هالحكي هذا كلياته. تخيلي معي انه نحن او انتي معزومه على حفل شواء، وفي شخص حابب يتعرف عليك. كيف تعرفي عن حالك بصفتك الاجتماعيه، صفتك العمليه، وبشكل عام مين هي لين؟ والله أول شيء أنا ما بروح على حفل شواء، لأنه دائماً بكون عم بركض ورا بنتي، فهدول الحفلات كثير يعني شلون بدي أقول لك شيء طرف بحياتنا. بس إذا بدي أعرف على حالي بقول إنه يعني أنا طبيبة، ما كتبت لي الحياة إني كفي بالطب، فاخترت مجال تاني لكمل فيه. أنا أم لثلاث أطفال، طه وإبراهيم وميس. ميس هي البنت، يعني البنت الوحيدة عندي رقم 2، بس سبحان الله الله كتب لها تكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا بشكل مختلف. يعني أنا حتى من جديد لا أتعرف على هذا العالم. ميس مع توحد درجة متوسطة، فسبحان الله هي الموضوع غير حياتنا. فيعني حتى أنا كشخص تغيرت كتير كيف فهمي للأمور، كيف مشيت الحياة. فهي يعني أنا بعرف عن حالي إنه أول شيء أم، وكنت يعني دارسة طب، خليني أقول دارسة طب، عملت اختصاص 2 وما كفيت، وبرسم يومياتي بطريقة ساخرة، يعني بطريقة كوميدية. بعمل أحيانا قصص أطفال، بعمل مشاريع بسيطة على حسب الوقت المتسنى، يعني بتسنى لي بس. وهو هذا الشيء يعني اللي انت تفضلتي عليه وقلتي، اللي هو موضوع الرسمات الساخره اللي انت بتقدميها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والشيء اللي بتحاولي من خلاله انك انت توصلي رسالتك اللي انت عم تعيشيها بيومياتك مع ميس. وموضوعنا اليوم هو عن موضوع التوحد، والحلو بالموضوع انه نحن ما عم نحكي مع شخص مع مختص او دكتور بهذا الموضوع، وانما عم بحكي مع شخص عم يعيش هاي التجربه يوم بيوم. والحياه اللي انت عم تعيشيها انت عم تنظري لها كمان من منظور مختلف، يعني خليني اقول عن مختلف عن كتير اشخاص ثانيين ممكن عم يعيشوا هاي التجربه، باعتبار انك انت عم تحاولي كمان تعملي توعية عن هذا الموضوع للمجتمع وللناس اللي ما بتعرف شو يعني توحد، وما بتعرف تفرق شو هذا التوحد وشو هذا متلازمة داون ومن هالأساس هاي كلياتها. فهي المشاكل كلياتها اللي بتصير انت عم تحاولي تفرقي بيناتها، وبنفس الوقت عم تحاولي
تأرجي الناس شلون انت الحياة تبعك عم تصير يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فأنا السؤال الأول اللي بدي أسألك إياه يعني شو اللي حفزك تقولي أوكي أنا حاسة بالواجب أني أنا روح على مواقع التواصل الاجتماعي ووعي الناس عن هذا الموضوع؟ هلأ أعتقد أول سبب كوني أنا طبيبة، حتى لو ما قدرت كتير مارس، يعني هذا الشيء يعني بيعطيك أنه أول شيء أنه ثقة الناس بتكون فيك أكبر. يعني أنا ثقة الناس فيني أكبر وقت أحكي، لأنه أنا عندي الأساسيات، يعني أنا عندي طبيبة بالنهاية. يعني حتى لو مثلا ما فتت بعمق بموضوع التوحد أثناء الدراسة، فتت فيه هلأ بعد التجربة، بس الناس عندها ثقة. يعني عم تحكي مع حدا ما عم يحكي شيء من فوق الأساطيح أو يعطي معلومات خاطئة. فهذا الشيء أول شيء خلاني، يعني من الأشياء اللي خلتني أنه يعني أنا فيني أقدم مساعدة حقيقية، ما فيني من بس مجرد أحكي حكي. هي رقم واحد. ورقم اثنين أكيد لأنه يعني بمجتمعنا العربي تخاف العالم تحكي عن هيك شيء، يعني بتخاف تحكي، بتخاف تصرح، بتخاف نظرة المجتمع. في وصمة عار لا أدري سببها يعني بين هذا الموضوع. فأعتقد أنه حان الوقت، يعني أنا هون عايشة بأمريكا، أنا ما بشوف هالأشياء اللي بشوف بالوطن العربي. فهذا الشيء بيخليني حتى أنا، يعني حتى أنا محتاجة أني كنت أني أكسر هاي الفكرة. يعني لا. يعني حتى نحن في عنا برواسبنا بمجتمعنا بثقافتنا في عنا هذا الشيء. فيمكن احد الاسباب هو اني انا بدي قاوم الشيء الغلط فيني، فطلعت احكي. بس ما كنت مبكرا، يعني انا ما طلعت احكي من اول التشخيص، لا انا حكيت بعد 3 سنين. تمام. يعني انت الشيء اللي حفزك على هذا الشيء هي يعني هي الأشياء اللي مجتمعنا لعاداتنا وتقاليدنا دائما عم تقول إنه هذا الشيء عيب إنه نطلعه لبرا، هذا الشيء عار مثل ما قلتي مع الأسف. يعني هي شغلة كلمة كتير كبيرة يعني، وهذا الشيء يعني أنا بتخيل مثل ما أنت تفضلتي وقلتي بمجتمع الأمريكي هو ماله موجود. يعني أنا بعيش كمان بألمانيا تقريبا نفس الشيء، وإنما بالعكس هدول الناس عندهم دائما ميزات يعني بهدول المجتمعات يعني أكثر من الناس العاديين. فهو بصراحة هذا الشيء مؤسف. طب خلينا نرجع لورا لين، كيف أنتو أو أنتي حسيتي كأم أنه ميس مختلفة عن باقي البنات وباقي الأولاد بشكل عام؟ هلا أنا بهديك الفترة كانت فترة انتقال بين تركيا وأمريكا، وكنت حامل بإبراهيم ولدت إبراهيم هون. فبهديك الفترة أنا ما كنت ملاحظة هداك الفرق، يعني ما كنت ملاحظة الاختلاف، خصوصي أنه ابني الأول تأخر لحكى مثلا. إضافة أنه بالتوحد يعني التراجع بيصير بشكل تدريجي، يعني ما فجأة هيك بتطط الشغلة. يعني في علامات أنا ما انتبهت لها وبعدين بلشت، عرف كيف؟ يعني بلشت تزداد. فأنا بقرارة نفسي كنت مقنعة حالي أنه أنا كنت شوفها عندها فرط نشاط كتير واضح من وقت ما كانت صغيرة. كنت أقول لحالي يلا فرط نشاط، يلا مثل ما حكى أخوة بتحكي يلا. يعني كنت أجل الموضوع، يعني كنت هي وأنا كنت أجل. كنت تأجلي الموضوع ولا كنت تخافي تفكري إنه ممكن يكون في شيء؟ لا كنت دائما أقول حأعطيه وقت. كنت كانت تقريبا 9 شهور وقت ولدت إبراهيم. هذيك الفترة كانت كتير فترة صعبة علينا، لأنه أنت انتقلنا من مجتمع لمجتمع مختلف، كنت حامل وولدت وعندي بيبي جديد، ويعني كل شيء كتير كانت فترة صعبة. انتقلنا تقريبا 3 بيوت بهذيك الفترة. فكانت يعني هذيك الفترة فترة ضغط علي، ما كتير يعني كنت أقول دائما أنه يلا مثل ما تأخر أخوة بالحكي بتحكي هي، وهذا خفرت نشاط وهيك. لكن لما الطبيبة لفتت لي نظري بلشت أنا مخاوفي شوي تزيد. لكن على شو لفتت لك نظري؟ لفتت لي نظري على موضوع انه ما عم ترد على اسمها، لانه هي كانت ترد على اسمها بعدين ما عاد ردت على اسمها. ف يعني بلشت تحس انه هذا الشيء باي عمر كان لو سمحتي؟ تقريبا كانت 9 شهور، يعني بفترة ولادة ابراهيم. نعم. يعني بين 9 شهور سنتين. وكانت تحكي ماما، انا ما انتبهت بعدها انه هي حتى كلمة ماما ما عاد قالتها. يعني بخضم هذاك الضغط في هذاك الوقت في أشياء ما انتبهت لها، بس هلا بتذكرها. يعني إنه فعلا كانت تقول ماما بعدين ما عاد قالتها.
فهي الأشياء أنا دائما كنت أقول خليني أعطيه وقت لسه صغيرة خليني أعطيه وقت. لكن بعدين بلش الهاجس شوي يكبر, بلشنا شوي نستقر كذا بعدين يعني. بس أنا ما كنت حاطة توحدي بصراحة من الأشياء, رغم أني قبل ما تتشخص فتت عملت لها أخت يعني عملت اختبار, بس أنا ما كنت عم بعمله بشخص يعني أنه مقتنع بالموضوع, يعني كنت عم بعمله تبع أنه لا ما في شيء. عرفت لا مو توحد. فلما قال لي كنت تفكري أنت بهذا الموضوع, كنت تفكري يعني دليل أنه أنا ببالي الموضوع أنه أنا كنت عم بعمل الفحص, يعني أنا فتت ودورت. بس أنا وقت عم جاوب الأسئلة أنا ما كنت صريحة مع حالي بهذيك الفترة, يعني وقت كنت عم جاوب لا يمكن مو هيك, بس هو هيك بوقتها. فلما قال لي الدكتور الطبيب وقت قال لي ياها ما هوني يعني ما صدقته مثل تبع أنه لا أنت غلطان. قديش كان عمرها هون مايس وقت؟ كان عمرها تقريبا والله كانت سنتين وثلاثة شهور. أوكي سنتين وثلاثة شهور كانت. فبس أنا وقت طلعت عنده يعني مثل تبع أنه سلمت بالأمر الواقع, يعني كنت بتمنيته يكون كابوس بس يعني خلاص الدكتور قال. ولو أني أنا قلت له الدكتور لا مو معقول, قعدت نتناقشنا وجادلنا. بس بعد ما طلعت يعني أنه خلاص أمر واقع. رجعت ساعتها رجعت فكر بعقلية الدكتور, ما عاد رجعت أفكر بعقلية الأم. لقيت أنه إيه صح يعني في هيك شيء. ومن بعدها من بعد ما يعني اجتك جاك التشخيص وعرفتي من الدكتور يعني بالدلائل والحقائق انه ميس مصابه بالتوحد, شو الشيء اللي صار بعدها؟ شلون اختلفت؟ مثل ما انت تفضلتي وقلتي انه نظرتك للحياه اختلفت, شو اللي اختلف بلين كانسانه؟ شو اللي تغير؟ يعني بدك تعتبر اني اول شيء فتت بشهرين اكتئاب, مو اكتئاب, بكاء متواصل ليلا نهارا لا يتوقف. لانه انا كنت بعرف شو يعني انه يتشخص ابنك توحد, يعني عرفت انه نحن فتنا بطريق لنهاية العمر, يعني هذا مو اختبار يوم ويومين ولا سنة وسنتين. فكانت صعبة كتير كتير, ومرضت بعدها صار معي التهاب غدة درقية وسلع درقية, يعني ضخمت الغدة الدرقية وصار معي فترة نشاط درق وأخذت علاج إسعافي, يعني كتير واضح إنه الحالة النفسية انعكست على بشكل عام, يعني أحد الأسباب. بعد فترة هي الصعوبة كانت بفترة إنه إحنا بدنا لبين ما تأخذ التشخيص الرسمي وتنقبل بالمركز, في فترة انتظار. هي فترة صعبة لأنه أنت فعليا بهالفترة ما كنت عم تعمل شيء, يعني هي بس عم تروح على الروضة بس ما في شيء تاني كان. فيعني بين ما حصلت على السيرفيسز تبع الخدمات وكل شيء أخذت تقريبا شيء 7-8 شهور القصص. طبعا كان في مدرسة بهذاك الوقت فاتت على صف سبيشال نيدز, بس يعني المركز تبع الاي بي اي ثيرابي اخذ تقريبا 6 شهور أو 7 شهور, يعني ما فاتت على المركز صارت 3 سنين وكانت لسه ما كانت ناطقه ما كانت تحكي. بقدر اقول اني فت باكتئاب, يعني انا بقدر اشخص حالي هلا بهذيك الفتره انه ايه كان معي اكتئاب قوي, يعني ما كان شغله سهله. طيب لين, بس الفكره اللي بدي اعرفها قلتي انه ضليتي انت فاته ببكاء متواصل. طب على شو كنتي عم تبكي؟ على مرض بنتك ولا على الشيء اللي انت كنتي بتعرفيه بالاساس انه هذا الشيء رح يلازمك طول العمر؟ شو الشيء اللي كان عم يخليك تكوني مكتئبه؟ المرض بحد ذاته ولا العواقب تبع المرض ولا شو بالضبط؟ يعني هي كلها بتجي باكج كامله, يعني انه خلص انه يكون طفلك يكون سبيشال نيدز كتير فكرة صعبة, يعني ما حدا بتمنى ابنه يمسه شوكة. فكيف انت عم تحكي عن ولد عنده يعني عنده إعاقة عقلية؟ ما له سهلة أبدا كانت. وأنا كنت دائما أبحث عن أمل وروح فوت على فيديوهات ودور على الحالات الخفيفة مشان واسي حالي إنه لا بنتي حتتحسن. أنا كان عندي بهالمرحلة ما كنت فهمان الحالة كلها مزبوط شو حتصير.
فكنت دائما ادور على فيديوهات تبعات انه الحالات اللي تحسنت وقفزت وهيك، وكنت احلم فيها انه لا انا شغلت سنتين بنتي خلص رح تتجاوز التوحد ورح تحكي ورح تروح على المدرسه عادي ورح يصير كل شيء تمام. يعني انا صح كنت متضايقه وزعلانه، بس كنت دائما مني نفسي انه لا هي حتكون فتره مؤقته ورح تتحسن كثير وان شاء الله ما حيبقى غير عقابيل وهيك. هي ما مشيت الدنيا هيك، يعني ما مشيت الأمور هيك كانت. فهذا الشيء زاد الوجع علي لأنه ما كنت أفكر بواقعية، أو يمكن ما كنت فهمان. يعني نحن بنفهم التوحد كواحد اثنين ثلاثة كأعراض تشخيص هيك، بس وقت تعايشه أنت شيء مختلف تمام. يعني نعم، يعني بالذات أنه بالتوحد كتير حالات مختلفة عن بعض، فلم يعني كانت التوقعات أكثر من الحق واقع، مع أنه هي كانت عم تتحسن. يعني هي خلال فترة التأهيل كانت عم تتحسن، بس أنا كانت رافعة سقف توقعاتي كتير، فلما ما تحقق سقف توقعاتي هات زاد الألم علي لسه، يعني زاد الوجع لأنه صار الواقع واضح قدامي، صار واضح أنا لوين ماشية. نعم نعم. فلذلك يعني هي كلن هدول الأشياء، يعني كل شيء كان مؤلم. يعني أنا كنت متضايقة زعلانة ومقهورة على بنتي، وخفت فعلا انه فعلا خايفه، كنت خايفه عليها وزعلانه عليها وزعلانه على المستقبل وزعلانه على، يعني كثير صعب الموقف. بس بهذيك الفتره صح كنت موجوعه، بس كنت دائما عم بدور على امل. لا لا لا، هي ما لها شغله عمر، لا لا هي شغله كم سنه بينحل القصاص وتحسن. يعني هيك، مع انه انا بعرف انه التوحد ما حيطيب، بس انت دائما كنت اقول رح تصير توحد عالي الاداء مثلا، رح تصير الدرجه القريبه من الطبيعي. نعم. ما صار؟ أنا صراحة شخصياً بعرف شخص، يعني ما كنت بعرف أساساً أنه عنده توحد لحتى هو قال، يعني لأنه هو كان من الحالات الكتير خفيفة يعني، ولكن يعني أنت بتعرفي أنه خاصة الحالات الخفيفة هن بالرغم من هيك عندهم هن الروتين المعين لهم بكل الأشياء، يعني هن شعورهم بالأشياء مو مثل شعورنا بالأشياء. فلذلك يعني الواحد وقت يعني شوفه لهذا الشخص، وطبعا على فترة طويلة، فبيحس بعدين انه في شيء غريب. يعني نحن وقت واحد مثلا يحكي نكتة الكل بيضحك وهو بيضله عم يتفرج علينا، ما له فهمان يعني وين النكتة بالموضوع يعني، او وقت العالم كله نكونوا حزنانين هو ما بيحزن معنا او فهي الشغلات كلها اللي بتصير. يعني حتى لو هو ما قال، يعني انا كنت قلت يعني انت بتكون عم تكذب يعني، فهي هي الشغله يعني. وانا بتفهمك يعني انه انت مثلا كان طموحك انه ما يستوصل لهي المرحله، بحيث انه تكون يعني تقريبا بتقدر تشتغل، بتقدر تعيل نفسها، بتقدر تعمل كل شيء لحالها، وهذا طبعا امنيه كل يعني كل ام وكل اب. طيب امتى قدرت لين تتغلب على هذا الاكتئاب اللي صابها وتقول انا هلا بدي اتغير كرمال بنتي، كرمال طبعا اولادي التانيين؟ انت عندك مو بس ميس، وانما انت عندك ابراهيم طه يعني، وعندك طبعا زوجك، فعيله يعني. فشو اللي صار هلا؟ اول شيء انا حتى خلال هالمرحله رغم اني كنت مصابه باكتئاب، لكن ما وقفت علاج الاولاد، كنت عم بعتني فيهم يعني، حتى انا وزوجي يعني كان الوضع يعني رغم كل شيء مقبول، يعني ما أثر على حياتي. يعني كانت أحيانا تجيني أفكار أنه والله الموت أسهل من الحياة وهيك وكذا، بس يمكن في حادثة أحد يعني أثرت فيني كتير بفترة كنت كتير مرهقة، كتير كتير مرهقة، كنت عم أقول أنه يا الله يا ريت لك حتى لو روح على المستشفى وارتاح، أمرض روح على المستشفى وارتاح، أنا محتاجة لراحة يعني كتير تعبانة. هي كانت تقريبا لما ميس قربت على 6 سنين، فوقتها كنت عم باخذ اولادي بالسياره 3، بيودي ميس على المركز، كان نازل ثلج وكنا على الهاي واي، بوقتها زحطت السياره على الهاي واي ولفت فينا 3 لفات بنص الهاي واي. اوكي. وانا بهذيك اللحظه كنت عم بتخيل، عم بستنى اللحظه اللي تفوت فينا سياره، لانه يعني عرفت انه يعني هاي واي يعني طريق سريع يعني، وسيارات ورانا وثلج، وفقدت السيطرة على السيارة يعني زحطت من هذا النوع من الثلج، بيكون مثل جليدي. فوقتها لا ادري كيف ما فاتت فينا ولا سيارة،
ووقفت سيارة بنص الهاي واي، فأنا فورا كملت يعني، فورا شغلتها وكملت لأنه ما فيني وقف بالهاي واي بنصه بالعرض. بس وقتها خفت على أولادي يعني، حسيت إنه أنا الله نجانا. طبعا أتأكد إنه بدعاء أمي يعني، الله نجانا من موت محقق يعني. بس وقتها ذكرت إنه أنا كنت عم بدعي يا رب فوت على المستشفى، لو بدي فوت على المستشفى وارتاح، بس أنا كثير تعبانة. فحسيت إنه خفت عليهم كثير، وخفت من فكرة الموت يعني، إنه مخيفة الفكرة مو سهلة. فوقتها حسيت إنه أنا لازم أكون أقوى من هيك يعني. يمكن هاي رسالة إلهية إجتني مشان يعني شوي إني تشجع، خلاص صار لازم أكون أقوى من هيك. بهذيك الفترة كنت طلعت لبرا من البيت ومشيت، ووقتها أنا بحب أمشي لحالي. بهذيك الفترة كنت دائما كل يوم بالليل بطلع مشي ببكي وبرجع. فرحت كنت عم فكر إنه يالين بنتك صار عمرها حتصير 6 سنين، صار واضح لوين رايحة يعني، إنه خلاص صار لازم تكوني واقعية إنه بنتك خلاص حالة خاصة، حاش تحلمي بالأفكار تبع إنه رح تتحسن ورح تتطور. هي حتتحسن وحتتطور، بس واضح إنه خلاص أنا إذا بدي أشوف منحنى التطور تبعها هي ماشية بشيء مختلف عن بقية الأولاد، وخلاص لازم سلم بهذا الموضوع. يوميتها كتير كنت يعني كيت كتير لأنه مواجهة الواقع صعبة، بس اتخذت قرار إنه خلاص ارضي بالواقع هات واشتغلي عليه. ما بتعرفي شو ممكن يصير، بس خلاص هذا واقع وهذا لازم واجهه. وقتها بعد هاي الفترة سافرت على تركيا لحالي 10 أيام. قلت لزوجي أنا الله يخليك إنه حط الأولاد، كان وقتها مدرسة يعني بيقدر يحط الأولاد، بس مدارس وبيت حماية يساعدوني يعني، يساعدونا وقعدوا أحطوا الأولاد عندهم كل شيء. فوقتها رحت على تركيا، كتير هدول العشر أيام فادوني إنه صرت هيك يعني استرجع وذكريات وفكر شو بدي أعمل وين رايحة. ورحت على المسجد وهيك صرت صار في خلوة بيني وبين رب العالمين إنه يا رب دلني شو لازم أعمل شو هيك. فبعد ما رجعت حطيت على الانترنت إنه أنا هي بنتي ميس وعندها توحد وكذا وهيك، قررت خلص أكسر كل شيء، كل شيء خوف، وخلص أنا لازم أحكي وما في شيء بيخوف. فوقتها صار التصالح مع كل شيء، مع ذاتي مع الواقع يعني. ما بعرف حسيت كانت تقلي نوعية تماما بحياتي وده. يعني هذا الفيديو اللي انت طلعتي فيه على الفيسبوك وقلتي فيه يعني الاوتينج تبعك، كان هذا انه انت طلعتي وقلتي انه انا عندي بنت مصابة بالتوحد وانا ما عندي مشكلة بهذا الموضوع و و و فيعني اللي بيحب يشوف الفيديو انا رح اترك الرابط تبعه كرمال الناس يعني تشوفه اذا بيحبوا. فيعني هدول الشغلات كلياتها كانت يعني مثل ما تفضلتي وقلتي كانت الأداة لحتى أنت تقدري تلاقي نفسك مرة تانية وتقدري تمام. كان علاج، أنا بعتبره كان علاج نفسي. أنا كنت محتاجة أني يعني واجه الواقع يعني أحكي. كنت محتاجة أحكي. أنا اكتشفت مشكلتي أنه أنا ما لي من النوع اللي بحكي يعني. أنا خلال هالفترة كلها كل شيء كنت بعمله بكتبه بوست على الفيسبوك وبحطه أونلي لحالي، ما حدا بيقرأ. فاكتشفت أنه أنا إذا بدي عالج حالي أنا لازم أحكي يعني. هو هذا الشيء لمصلحتي قبل ما تكون مصلحة العالم، بس بده شوية شجاعة يعني. أنك تطلع وتحكي بهالأرياحية مو سهلة، كان بده شجاعة لأنه ممكن الفيديو ينتشر ومو يشوفوا بس أصدقائك، وإنما أصدقائك يبعثوا لأصدقائهم و و و. فلذلك مثل ما تفضلتي أكيد بده شجاعة هذا الشيء يعني، وما بيعملوا أي شخص يعني. هذا الكلام اللي أنت عم تقوليه للناس اللي طبعا اللي عندهم حالات توحد ممكن يكونوا يتفهموك كتير منيح، ولكن للأشخاص اللي ما عندهم أي حدا بعائلتهم أو بعائلتهم الكبيرة أو بعائلتهم الصغيرة شخص مصاب بالتوحد، شلون فيكي يعني تعطينا هيك لمحة صغيرة عن الصعوبات اللي بتواجهيها أنت معلين للناس اللي ما بتشوفك على الإنستغرام وبتعرف أنت شلون ترسمي هدول الرسمات اللطيفة؟ والله هو صعب أحكي عن الصعوبات، لأنه هي صعوبات كل شيء بالحياة كانت، بالذات بالفترة اللي كانت فيها صغيرة يعني كانت الصعوبات جدا شديدة. إنه
لأنه هي عن جد بتأثر على كل شيء بالحياة، يعني كل شيء بحياتنا بتأثر على الإخوات، بتأثر على علاقة الأب والأم، بتأثر يعني هي صعب أني أشرحها بكلمتين إنه شو الصعوبات أو كيف بدي أشرح. خلينا نقول إنه حياتك مشيت بمسار تاني، حتى طلعاتك فوتات، يعني طلعات الوحدة فوتاتة، العائلة كلها، العلاقات الاجتماعية للعائلة مع الآخرين، حتى بالبيت، موضوع نظافة البيت، موضوع يعني في أشياء ما بتخير، يعني أنا صعب أشرحها لأنها كثيرة. يعني أنت قدام طفل مثلاً بفترة من الفترات تحكي معه ما بفهم عليك، عنده فرط نشاط، ما بيهدى ثانية، يعني مو إنه ولد عادي مشاغب، لا، ولد عم يأذي، عم يخرب، هو ما مستوعب إنه عم يخرب، بس عم يخرب بطريقة لا يمكن إنك توقفها. يعني نحن مثلاً بيهرب من البيت مثلاً، ممكن، يعني أنا عم بحكي عن حال بنتي، ما بالضرورة إنه كل شيء عم بحكي هي يعني تعمى. نعم. في مشاكل سلوكية، ممكن الولد ينبحث بالأرض بالمطعم بالمول، ممكن يمسك يزت غراض، يعني في كتير أشياء. هلأ في شغلة اسمها ميلت داون، هي كتير نادرة تصير عند بنتي، بتصير عند الولاد توحد، بيصير نوع من الانهيار، انهيار هو ما بيقدر يتحكم فيه، يعني خلاص الولد انهار وبيبكي ويصرخ ويعيط، وهذا شيء خارج عن إرادته، يعني مو بإيده. مشاكل حسية، يعني كتير أشياء، يعني ما بعرف شو بدي أعد لعد، يعني إنه كل شيء بتأثر على الحياة بشكل مو معقول. طبعاً كمان درجات، أنا بالنهاية بنتي ما كانت حالتها شديدة، في حالات شديدة وصعبة كتير، ويعني هدول كتير أنا وقت والله بستحي، أنا وقت بشوف الحالات الشديدة أنا بستحي من تذمري أحياناً، لأنه يعني مقارنة فيهم أنا كتير بخير، يعني أعتبر. ومع هيك طبعاً حتى الحالات التوحد البسيط ممكن كثير عندهم يكون مشاكل سلوكية، ممكن إدراكهم لاختلافهم يكون صعب. فهي طيف كبير، طيف كبير، التوحد طيف كبير، ما في حالة تشبه الثانية. ممكن أنا عم كون عم عرف، يعني أنا بيومياتي بحكي عن مشاكل وصارت لي مع بنتي، ففي ناس بتاخد إنه فكرة إنه هذا التوحد، تجي عند حالة ثانية عندها توحد ما تشبهها، يعني نشترك واحد اثنين ثلاثة بس حالة ثانية مختلفة ما بتشبهها. فأنا عم أعرف عن حالة بنتي، عن وضعنا نحن، أنا وبحكي أحيانا عن توحد بشكل عام، بس أنا لا يعني إنه كل شيء ينطبق على اللي عندي. نعم. أنا ما عندي ميلت داون، غيرهم عندهم، غيري ما عنده فرط نشاط، أنا عندي. كيف يعني هدول أشياء اختلافات. طيب يعني أنت حكيتي هلأ كتير شغلات، ويعني لفتت النظر لكتير نقط. خليني أعطيكي مثال. مثلاً تخيلي معي شخص بالمول ورايح يتسوى وماشي كمان، وعم يأخذ الغراض وعم يحطهم بقلب سلة الشراء، وأخذ معه ابنه وطبيعي، وبيروحوا بيشتروا وبيطلعوا وبيروحوا على البيت وكله تمام. طيب تخيلي معي انت هلا نفس السيناريو هذا، ولكن انت رايحه انت وميس، شو المخاوف اللي بتكون عندك؟ هلا اول شيء بعمله انه بمسك بنتي وبحطها بسله المشتريات الكبيره، الكارت يعني. نعم. لانه اذا تركتها تمشي ممكن تروح تشتري اغراض لحالها وتاخذهم وتطلع فيهم لحالها بدون ما تدفع، عرفت كيف؟ او ممكن تنبحت اذا مثلا اشتريت 15 اكله طيبه وما فيني يجيبهم كلهم، لأن كلهم حيكونوا شوكولات وسكر وشغلات. ممكن تشتريهم كلهم وما أقدر سيطر عليها، أو بفترة من فترات اللي مو هي هلا من قبل كانت ممكن تركض يعني وتهرب وما لاقيها، يعني أنا عيني لحد هلا عيني عليها 10. فيعني هيك بلاقي الحل إنه مسك بنتي بحطها بالعرباية خلاص، نمشي نتسوق ونرجع نوصل على السيارة بحطها بال، يعني أنا بلاقي حلول، بحاول لاقي حلول لهذا الموضوع. بس انا كل فتره بحاول اكسر شيء من اللي بنسميه دائره الامان تبعها. نعم. فانا مثلا احيانا بخليها تمشي جنبي، بحط لها تعليمات انه احنا هنشتري بس واحده شغله واحده طيبه شوكليت او هي شيء اللي بدها اياه، او شوكليت وشيبس. موضوع الالعاب، هذا موضوع الالعاب كارثه، يعني احنا وقت نروح على المول دائما في عنا انبحات قدام محل الالعاب، ويعني من تبع ال يعني في كيف تبع انه ما بينلم هذا الشيء بدي ضل حاول اشتغل عليه. انا ما بقول انه نحل معي، لا لسه، فدائما دائما في عندي
مثل بده يكون عندي مثل لوح أو شيء كتب عليه، لأنه بنتي ميسر نوعا ما وقت بتقرأ بتفهم أكثر مما وقت بحكي لها. فنحن هي يعني كيف هي الأشياء تبع إنه إذا عملتي هيك رح نعطيكي مكافأة وكذا، هي لسه عم نشتغل فيها، ما رح أقول إنه انحلت، لا أكيد ما انحلت، بس دائما الواحد بده يلاقي حلول. إيه في هي مفاجآت بتصير بس إجمالا وهيك. تمام. قبل ما أوصل للأسئلة اللي إجتني من المتابعين على الإنستغرام، الشيء هيك يعني اللي أنت بتحسيه، والشيء اللي بتقولي إنه أنا بنتي صعيد مختلفة، ولكن بنفس الوقت مو بضرورة الاختلاف اللي موجود فيها فقط اختلاف سلبي، وإنما في شغلات كتير إيجابية. أكيد هلأ هاي الأهل بدهم يكون عندهم شوي نظرة إيجابية للإعاقة حتى يقدروا يفكروا فيها. يعني نحنا أكيد حنشوف النقص أول شيء، بس ممكن نشوف الأشياء الإيجابية. وأنا فعلا على الإنستغرام أنا ما بحط الكثير الأشياء السلبية، بحط أحيانا، بس أنا ما بصور بنتي بوضعية خلي العالم مثلا تنظر له نظرة مو حلوة. يعني أنا بفضل لا خلي خصوصية، معلش ممكن العالم وقت تشوف بنتي تتفاجأ أنه هي متوقعة وضع أفضل، بس هي وضع ماله أفضل، لأني أنا دائما بنشر الإيجابيات عنها. لهيك بس أنا بحب أرجي العالم مثلا أدنى موهوبة، هي موهوبة جدا، موهوبة بالرسم، موهوبة بالغناء، بالموسيقى، عندها حس موسيقي مخيف، ذكية جدا بإيجاد الحلول الشريرة. لكن يعني في أشياء طبعا في نقاط قوة عندها، بس أنا بقدر أقول إنه كل الأولاد عندهم نقاط قوة بالأوتيزم التوحد؟ لا. فبحب ضوي على الإيجابيات، بس أنا بخاف من فكرة أني أنا من كتر ما عمم الإيجابيات العالم تفكر أنه كل أطفال التوحد هيك، أو أنه تفكر أنه حالة بنتي متقدمة، لأنه العالم تبعت لي أنه والله بنتك مباينة عليها أنه معقول هالعبقرية كلها وعندها توحد. أنا بتأكد أنه باللحظة اللي رح يشوفوا بنتي بأم أول ثاني رح تشوف بنتي فيها رح تعرف أنها حالة special needs. يعني بمجرد بدك تعمل حوار، ما حد يقدر تعمل حوار جيد مع رح تعرف انه عنده اعاقه. نعم. فانا ما بدي كرس الصوره الايجابيه وخبي السلبيه، وبنفس الوقت ما بدي كرس الصوره السلبيه يعني وقيم الايجابيات. هن كثير حالات مختلفه، يعني كل واحد حاله، كل واحد حاله بذاته. بس انا بحب ضوي على الايجابيات، بس لا انفي فكره انه التوحد كل شيء فيه سيء، لا اكيد لا، أكيد عندهم شيء حلو، أكيد عندهم شيء إيجابي، بس طبعاً على درجات واختلاف الحالات. طيب لين، وقت صارت القصة وأخذتي التشخيص ورحتي على تركيا وحاولتي تدوري على ذاتك مثل ما بيقولوا، سألتي حالك ليش أنا؟ وحسيتي كمان بنفس الوقت وحسيتي كمان بنفس الوقت إنه أنت الإنسان الوحيد اللي عنده طفل عنده توحد؟ هلا هذا السؤال ما في أم عندها حالة خاصة إلا سألته. مو بس هذا السؤال، أي ابتلاء بيصير مع الإنسان أكيد أكيد رح يتبادر له هذا السؤال تبع ليش أنا؟ شمعنى أنا؟ هو اللي السؤال الأصعب، مو بس ليش أنا، السؤال الأصعب إنه يعني طبعاً أنا ما لا أعطي رضا قضاء الله، بس هاي الأشياء كانت بتجي. نعم. شو زنب هالطفلة؟ يعني تجيك هالخاطر إنه يعني إنه وتكون ابتلاءك بنفسك، عرفت كيف؟ خلاص أنت بتواجهه مع حالك، بس لما بيجي ابتلاء للطفل بتحس إنه طفل هو، يعني هيك بيخطر للواحد أفكار. طبعاً نحنا لا نعرف الغيب، لا نعرف القدر، وما بنعرف رب العالمين، يعني ما بنعرف نحن شو السبب اللي، يعني إذا بدك تدور على هذا السبب ما رح تلاقي، خلص هذا قدر، يعني هذا قدر انتهى. بس هو هذا السؤال مؤلم وموجع وما له جواب. يعني خلص بدك تؤمن قدر، هذا قدرك وهذا قدر هذا الطفل، لأنك تقول ليش ورح تتذمر وكذا ما رح توصل لنتيجة بالآخير، يعني رح تغرق حالك. ربما حتى واحد بيخاف إنه مثلا إنه يعني عندي هذا اختبار بالحياة إني أفشل فيه لأني أنا مالي قبلانه، معرفت، لأني أنا مالي متقبل إنه هذا اختلاف وضل طول عمري عم بتزمر. طب أنا رح بدي واجه كل شيء حيصير فيني وخلص ما في مهرب، فأي أفضل إنه أنا ضل عم بتزمر طول الوقت وليش
وبالآخر ما في ما في جواب. يعني لو بضل من يوم بكرة عم أقول ليش ما حعرف ليش، خلاص هذا قدري مكتوب علي من وقت ما خلقت، ولا خلاص إنه سلم بالقضاء وأمشي فيه وقول خلاص يا رب أنت اخترت لي هالحياة لخير. يعني نضوج مبكر مثل ما بيقولوا، إنه نضجنا على بكير أنا وزوجي مثلا حياتنا تغيرت يعني. بس خليني أقول إنه خليني ركز على الإيجابيات، شو حأستفاد إذا تدمرت؟ نعم هذا الشيء لا يعني إني ما بتدمر. يا لطيف شو بتمر علي لحظات بكره حياتي يعني، وبتمر علي لحظات أحيانا بحكي حكي لا يليق. نعم طبعا استغفر الله العظيم، الله يعفو عنا، يعني إحنا بشر. نعم بس يعني إنه إذا واحد فكر فيها بشكل خلاص مجمل، خلاص هذا هي أسلوب الحياة، خلاص الرضا يعني ما في شيء حيتغير. ربما شيء يتغير ما بعرف، يعني ممكن مع الكبر ممكن تحسن الحالة لدرجة نقدر نعيش حياة طبيعية كمان. نعم. الله أعلم. نعم نعم نعم. هذا الشيء بتمنى لميس ولا بتمنى كمان لأي شخص مصاب بهذه الحالة. طيب أنا بصراحة بدي أسألك، يعني إنه تجيكي حالات تتزمري فيها، ولكن انت جاوبتيني هلا وقلتي انه يعني طبعا. هذا الشيء لا يخلو. والله كثير كثير مو شوي كثير. انا مالي شخص صبور، انا اذا كان الصبر في اليمين فانا في اقصى اليسار. اوكي. كثير انا من الناس اللي العجوله اللي بتحب تشتغل مشاريع سريعه وتاخذ نتائج. نعم. فاعتقد انه هذا هلا اجاكي. نعم نعم اجاكي امتحان العمر. تمام، اختبار طول العمر. نعم. لشخصية ما بتشبهني، يعني انه انا يجب ان انتظر نتائج تحسن بنتي اللي ممكن تكون بطيئة كتير وممكن ما تتحقق. كتير مرقت بمراحل، وصلت لهلا لساعتي تحولت النين يعني لهلا، بس يعني صار مستوى التحول لازم يكون كتير اعلى. فانا ان شاء الله، حتى انت قلتي لي هلا انك انت بتعصبي كتير وهيك، مالك من الناس اللي كتير رايقين، انا حاب روقك شوي يعني بصراحه. امبارح لانه عن طريق الانستغرام اجاكي رسائل حب ودعم ويعني بشكل رهيب، يعني قديش الناس كتبت انه يعني ما فيني اذكر اسماء لانه الرسائل كتيره يعني، ف كتير ناس يعني بتحبك وبتحب طريقه عرضك للواقع وبتحب يعني الحياة اللي انت بتعمليها عن طريق الانستغرام، وما بعرف شو قصة هاي العبارة بس اغلبيتهم كتبوا ضيعانك بهالكوكب. ايه هي عبارتي المفضلة، يعني حتى بالبيت صرت استخدمها، بقول لجوزي والله ضيعاني بهالبيت، والله ضيعاني بهالكوكب. يعني صارت فيني انا مثلا بستخدم، في عندي جمل هدول بستخدمهم، يعني انا بستخدمهم بالبيت طبعا. اذا جيت ولقيتها واعطيني شحاطة لاشوف وضيعاني بهالكوكب، هدول الشغلات ولادي لحاله بيعرفوا انا لو حتقول هيك بعرف. نعم. هذا سؤال من اسئله كأم وعندها مسؤولياتها، كيف نظمت تدريبات ميس اللي بتحتاجها بالبيت؟ انت قلتي انه هي بتروح على المدرسه وبتعمل هنيك كمان تدريباتها والواجبات تبعاتها، ولكن انت كيف نظمتي هذا الشيء كمان بالبيت بالنسبه لميس؟ طيب كن واقعيين بدون كذب، مالي منظمة شيء. أوكي. يعني أنا عندي شوف أنا بعتبر حالي شخص يعني من فضل الله علي إنه أنا انتقلت على أمريكا بهالمرحلة بالذات، وكأنه ترتيب إلهي. لأنه لو كنت مثلا بتركيا أو بالوطن العربي رح عاني كتير بموضوع التأهيل. لا في تأهيل مناسب، يعني صعب، مو ما في إنه صعب تلاقي تأهيل، وإذا وجدت فهو غالي كتير. فأنا جيت لأمريكا وكان جدا توفقت بهاي النقطة، يمكن هي الشغلة الوحيدة اللي صبرتني على البقاء هون، يعني إنه الخدمات موجودة، وكونه إحنا معنا تأمين دولة يعني فكله ببلاش. ففعليا ميس عنده مدرسة وبعدين مركز، كان تقريبا ضلينا 4 سنين، 3 ساعات بالمركز، 3 ساعات بالمدرسة، 4 ساعات بالمركز، فنحن عندنا 7 ساعات يوميا. فإني أرجع وأقعد أعمل لها تدريب هذا حرام. فبالنسبة إلي لا، خليها ترجع تعمل شو ما بدها بالبيت، ترتاح، تروح على مكان الأمان تبعها. بس طبعا أنا تعلمت منهم كيف أتعامل معه، يعني أنا كأم
المفروض أنا ما فيني عمم هذا الشيء، بس المفروض أنا ما أكون مدربة، يعني أنا بعرف لازم أتعلم الأساسيات بس لا أعرف أتعامل، بس أنا مو وظيفتي، أنا وظيفتي كون أم، يعني أنا عندي كمان أطفال تانيين وزوج وبيت وعايشة بغربة وإيدي لحالي، فأنا ما المطالبة إني يكون مدربة لا، بالعكس أنا مثلا بتعلم منهم، يعني أنا صرت أتعرف كيف أتعامل مع بنتي، بس بجوز ما أعرف أتعامل مع غيرها طبعا. مثلا انه موضوع اني اسكر الاشياء بالذات بالفتره الاصغر مشان اخليها تطلب، يعني انا في الابواب جبنا اقفال الكترونيه لانه كل شيء اقفال بالكره الارضيه فتحتها ميز، يعني حتى الاقفال الالكترونيه غيرت برمجتها لدرجه انه احنا عملنا لها يعني رجعناها لوضعيه تمام، لانه ما عاد عرفنا شلون شو عملت فيه للقفل الالكتروني، يعني حتى الالكتروني استسلم عنا الحمد لله. فبشكل عام يعني في ذكاء بس بالشر مو بالخير. فاللهم صل على سيدنا محمد. يعني بشكل عام انه عندي الاي بي سي تبع الشغل، وانا دورت على الكتب وقرات وكثير في اشياء استفدت منها، فانا بعرف اتعامل مع بنتي كحالي، بس انا ما دربتها، يعني انا مو انا المسؤوله عن التطور اللي صار، لانه في ناس مختصين كانوا عم يشتغلوا معها، فما بدي تعملوني المراه الخارقه، يعني انه انا اللي سبب بتطور بنتي، اكيد انا ساعدت طبعا انا الام يعني وكيف اتعامل مع الموضوع، بس كان في مختصين، فانا ليش بدي تعب حالي كمان يعني. فبشكل عام بالبيت هي بتعمل شو ما بدها، بجوز غلط يعني، بجوز الشيء اللي انا عم بعمله مو صح، بس يعني خلينا نقول انه هذا هي قدرتي الحاليه، انه لبين ما اقدر اني اسيطر على فرط النشاط اللي عندها. مثلا هلا بفتره الكورونا نحن تقريبا وصلنا 8 شهور او تقريبا 9 تقريبا، نعم. هي كلها بالبيت، فانت بتتخيل الضغط اللي صار علينا بهالفتره مرعب، يعني كان انا ما عملت لجلسات واضطريت ارجع للالكترونيات يعني لانه في عندي واقع عم عيشه انا، هذا موضوع مو طبيعي، يعني لا كنت عم بعمل لها جلسات ولا كنت شيء، يعني كنت نعمل احيانا نشاط بالنهار وخلص، هذا سقفي انا كمان يعيش. فما بدي تتصور العالم انه انا عملت شيء كثير، انا عملت دوري كأم يعني ثيرابيست، الناس المعالجين اشتغلوا شغلهم، هذا بالنهايه النتيجه كلها هي تضافر كل الجهود. نعم نعم. بس مثلا في عندي مثلا في جداول صرت اعمل لها جداول، مثلا انه جداول بصريه تساعدها، مثلا وقت تصير عندي مشكله ارسم لها قصه، لانه هي كثير تتفاعل مع الاشياء البصريه والقصص مشان نحل المشكله، وموضوع مثلا تنظيف هذا لحاله انجاز شخصي، هذا بيقرب علي يعني، هذا انجازي الكامل، انا هذا بعتبره يمكن انجاز حياتي موضوع التنظيف من الحفوضه وكذا، لانه اخذ معي 5-6 سنين يعني هذا الموضوع. فهي أشياء طبعاً جهد الأم، نعم. ما بدنا نعم. ننكر، ما بدي أعمل إنه كله شغل الثيرابيست وأنا ولا شيء، بس أنا ما بدي تنظر لي العالم إني أنا ما بدك كمان العكس تمام. إنه يوصل تمام. لين أنت برأيك شو لازم يصير بمجتمعاتنا العربية أو الشرقية خلينا نقول لحتى تختلف نظرة المجتمع لذوي الإعاقات؟ أنا كان عندي مقابلة من فترة مع صبية اسمها ديما، ديما بالحرب يعني انصابت وراحت رجلها، مبترت رجلها، فهي يعني معاقة جسديا وحتى الإعاقات العقلية يعني نفس الشيء. فيعني شو اللي لازم يصير كرمال المجتمع كله يتغير عقليا؟ هلأ هو المفروض يكون في شغل على الجهتين، يعني شغل من الحكومات وشغل من الأفراد. بأمريكا هون شو الشيء اللي عملوه؟ شغلتين، يعني مو شغلتين طبعا كتير شغلات، بس في شيء مهم اللي هو التوعية، الشيء الثاني هو الدمج. التوعية انه يعني انا بروح مشوار كل العالم وتتشوف هذا السلوكيات مثلا او شيء ما بتتدخل، لانه بتعرف انه هذا الطفل special needs، ما بضطر إلا إنه هذا توحد، لأنه هي فعلاً معظم العالم تعرف إنه في شيء اسمه توحد وهيك، يعني وهيك صفاته وهيك شيء، بالعكس ممكن تقدم مساعدة، ما حدا بيتذمر. هاي شغلة واحدة إنه التوعية، تقعد تشرح للعالم شو هذا الشيء، لأنه إذا ما بتعرف يعني الإنسان عدو ما يجهل، إنه أنا إذا ما بعرف شو هذا التوحد، يعني إذا تلاقي ابني توحد إنه خير إن شاء الله شو يعني. الشغلة الثانية كمان هي الدمج، يعني هون كل أطفال السبيشال نيد بتروح على المدارس،
وبالذات يعني الحالات الشديدة إلا استثناءات تكون إلى صفوف خاصة وكذا. فالأطفال من صغرهم متعودين يكون معهم حالات خاصة بالصف، ما له مستغرب يعني، ما له شايفه كائن فضائي أو كائن غريب، لأنه هو بشوفه بالصف. كل صف في ولدين ثلاثة أولاد حالات خاصة. أنا بشوف تحكي لي شادو تيتشر تبع بنتي أنه كل يوم في حدا من الأطفال بيكون مسؤول عن بنتي، يكون هو رفيق تبع نهار، يعني بيروح معها بيلعب معها بالمرجوحة بيساعدها. فهذا شيء كتير جيد، لأنه أنت من وقت ما هن صغار عم تعودون إنه يساعدوا الأطفال التانيين، مو بس يتقبلوها، لا، عم يقدموا لهم مساعدة. هذا شيء كتير جيد. بالنهاية أنا وقت أنا بأهل الحالات الخاصة، فأنا المكسب معي بالمستقبل هن ما عاد يكونوا عالي على حدا، يعني هنا حيكونوا فرد منتج بهذا المجتمع. فصح أنا عم بصرف عليه على الصغر، على الصغار مثلا، لكن هو على الكبر ما عاد يكلفني هالتكاليف الكبيرة كرعاية وكذا. يعني لو بيفكروا فيها كنسبة وتناسب هيك حتكون، بس يعني لا تعليق. نعم بفهمك. أنا بتشكرك كتير على صراحتك وأريحيتك بالكلام يعني، والناس اللي تعرفك عن طريق الإنستغرام وتشوفك بتقول هاي هي لين، يعني لين ما اختلفت أبدا، يعني طرحك للأمور هيك يعني كتير هيك لطيف وعفوي، فشكرا كتير لإلك يعني. وبنهاية الحلقة أنا عندي دائما ثلاث أسئلة بسألهم لكل ضيوفي يعني بغض النظر عن المجال. فالسؤال الأول اللي بحب أسألك يا شلون توصي حالك بخمس صفات؟ أنت وصفتي حالك قبل شوي ولكن مو بخمس صفات، ففيك تقولي لي خمس صفات توصي حالك فيهم؟ إيجابية وسلبية. الشيء اللي أنت بتحبيه. هلا بعتبر حالي شجاعة. فيني أقول إني قوية، صريحة لدرجة لا تعرف المجاملة. ما بعرف جامل يعني، بنقد كثير، وهذا الشيء بزعج أحيانا بعض الناس يعني. لأنه مو صريحة، فوقت بنقد بيكون نقدي شوي لاذع. نعم. هلا فيني أقول إني صرت عصبية يعني. يعني هلا مو موضوع عصبية، كوني مضغوطة فأنا شوي ضوج كتير يعني. ما بعرف شو نوصف شو هي الصفة، لأن كتير ضوج بشتعل بسرعة، سريع الغضب خلينا نقول. ربما يعني أنا ما كانت هيك صفتي بحياتي، بس نتيجة الظروف ضوج. نعم. بسرعة. نعم. كتير ضوج بسرعة. صاروا خمسة؟ صاروا خمسة. أنا بالعادة بسأل هذا السؤال، شو بتحبي تقولي للين اللي عمرها 10 سنين، ولكن بحالتك ولكن بحالتك أنا حاب أسألك شو بتحبي تقولي للين قبل مايس، لأنه اللي صار بعد ما أجت مايس على الدنيا غير حياة لين بشكل كامل. في أي شيء بتحبي تقولي للين بهداك الوقت؟ هلأ أنا ما بعرف شو بدي أقول. بدي أقول إنه أنا بعتبر حالي كنت بديك فترة مدللة، يعني ما دعكتني الحياة بهالدرجة. شو بدي أقولها؟ بدي أقولها كنت إنه أحمدي ربك إنه رب العالمين عطاكي 25 سنة من الرخاء. أعتقد إنه هدول 25 سنة من الرخاء، سواء كان مع حياتي العائلية أو مع زوجي ببداية زواجنا، بيخلوني أفكر إنه حتى لو أنا هلأ ما رأبي سنين شدة، بس يعني هيك صار في توازن بالحياة يعني بين الشدة والرخاء. كل ما بجي بتذمر أنا بذكر حالي إنه أنا حظيت بسنوات حلوة ورايقة وأهل رايقين وزوج صالح، فتعدل الكفة شوي يعني. برجع بس بخجل بحالي وقت بتذمر إنه لا، في سنين حلوة الحمد لله. فكل مرحلة لها جمالها وصعوبتها. يعني يمكن السؤال الأصعب هو إذا كنت بدي وجه كلامي للمستقبل. أتوقع أنه هون الصعوبة بدها تكون، أنه أنا بخاف من المستقبل كتير. فخلينا معلين تبع الماضي أهون. دي إلا حتمرق بشي صعب كتير، ولا أتوقع أنه أنا كنت بتمنى أمرق فيه. ما
رح أقول إنه أنا أكيد ما بتمنى إني أمرق باللي مرقت فيه، بس يعني نضجنا. بالعلم اللي أنت وصلتي له هلأ والتجارب اللي عملتيها هلأ، بتحبي تعطيها أي يعني مساعدة اللي لها شيء مشان حتى هي تكون الحياة بالنسبة لإلها أسهل، مشان ما تضل شهرين مكتئبة أو يصير عندها هالمشاكل، ولا بتحبي تخلي؟ لا لا ما رح أوجه شيء، لا 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 لا، لأنه هاي التجربة بدها تأخذ وقت. يعني ما حقول أنا ما يا ريتني خففت اكتئاب أو يا ريتني ما زعلت أو مدري شو كذا، لا لا، خلي الإنسان يعيش ألمه، معلش ياخذ وقته ليتعافى. في مقولة لدكتورة هبة الحريري وقت كتير حسيتها كتير حلوة، feel it to heal it، يعني خليك شعور بالألم عيشه، يعني حسه معلش حتى تقدر تتعافى منه وتكمل قدام. لا ما معلش، هي المراحل اللي مرقت فيها كان لازم مرق فيها، كان لازم. ربما كان ممكن إلجأ لمضادات الاكتئاب بهذيك الفترة لو عرفاني إنه لو عرف، لا ما بعرف، أنا ما جربت مضادات الاكتئاب، بس ربما بهذيك الفترة كنت محتاجة مضادات اكتئاب وما أخذتها، ربما كانت ساعدتني بشكل أسرع، ربما ما بعرف، يعني ما جربت التجربة. وبدي إلا رح تعيشي ببلد كئيبة 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 وفيها شتاء طويل طويل ورح تعيشي حياتك، بس خلص يعني إنه واقع بدك تعيشي. شو بتحبي تقولي لحالك؟ شو الجملة اللي أنت قريتيها سمعتيها أو أنت نفسك ألفتيها بتقوليها لحالك وقت الدنيا بتضلم؟ ضيعاني بالكوكب. بنهاية المقابلة بحب أتشكرك كتير 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 كتير، وبحب أعطيكي كمان الموبايل السحري يلي من خلاله فيكي تبعتي رسالة لكل الكرة الأرضية، رسالة بسطر واحد لكل شخص على هاي الكرة الأرضية. شو بيكون فحوها الرسالة لين؟ والله ما بعرف، يعني بدي أقول أنه كل واحد الله كتب له مسار بهالحياة قد لا يعجبه، بس بالنهاية هي أقدار، فخلص عيش قدرك، لا تقارن حالك بحياة الآخرين، رح تتعب كتير، إياك المقارنة. حتى لو كنت أنت أب أو أم لحالة خاصة، لا تقارن بحالة خاصة تانية. يعني إذا كان مثلا عندك حالة خاصة فرضا، حالة خاصة تانية أحسن، طورت أحسن، لا يؤلمك هذا الشيء، لأنه خلص هن كل حالة شيء تشبه الثاني. حتى بالحياة العادية، يعني أنت عايشة حياة عم تشوفي غيرك على الإنستغرام أو عم تشوفي حالك غيرك بهذا كذا، لا تقارني. نحن ما بنعرف الخير وين، قد يكون الخير بحياتنا بظروفنا، لو نعطينا ظروف ثانية حيكون أدائنا سيء فيها. فخلي كل واحد خلص يعيش حياته وقدره بالشيء المكتوب عليه، ونسأل الله بس الإعانة، يعني نسأل الله يعيننا. بس بتمنى لك التوفيق والسعادة والفرح والسرور بدل الاكتئاب، وال 25 سنة الجايين يكونوا مثل ال 25 سنة اللي عشتيهم بأول حياتك. وبتشكرك على وقتك وعلى صراحتك. شكرا كثير، عن جد شكرا كثير، يعني كانت هيك مقابلة شوي غريبة بس حلوة. شكرا كثير لك، بتمنى أن المقابلة تكون عجبتكم، وهلأ ما فيني لكم إلا سلام. Das war's schon wieder mit Deutsch Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.